لا يمكن، لا يمكن أقتنع أنا في برنامجه أبدا، والله لو يجيب كتاب مرسل من السماء ما بقتنع في برنامجه، لأنه حتى الأرقام، تكلم أخونا في الأرقام وقال لك الأرقام غير حقائق. إذا كان يرى في وزرائه بأنهم على بعد نظر جهابذة، لا أتى بوزير لوزارة الشباب لأنه حمده مرتين كتب عنه مرتين، المتخصص أخونا محمد أبو رمان لأنه متخصص في الجماعة الإسلامية كتب عنه مرتين أنه الرزاز والرزاز والرزاز، ولا بقعد في الوزارة وبخاف لا يوقع ورقة. وثابت النابلسي الأمين العام، خلينا نتكلم بصراحة، عنده ملفات بتهدر ملايين من الأموال في وزارة الشباب، هاي بلاغ ثاني يتحققوا من البرامج اللي بيديرها ثابت النابلسي. مجلس النواب أولا يجب أن تعلم أن هنالك استحقاق تغطية، هذه في مراحل بتيجي. التغطية التي دخلنا فيها، التغطية الأولى هذه الكفر لبسوك طاقية صيانة القبة، عرفت وين الفترة الزمنية كيف؟ كيف جت الفيلم صيانة القبة مع هذه القوانين؟ انتقلنا لوين؟ مرحلة أخرى اللي هي مرحلة التعتيم، اللي هي قاعة المؤتمرات في مسجد الشهيد الأول. هذه القاعة تختلف اختلافا بينا من حيث ارتباطها بالعالم، ومن حيث الصوتيات، ومن حيث التجهيز، ومن حيث وصول الرسالة، ومن حيث أخذ الدور، ومن حيث الإلكترونية. أبدا، هذا أول فيلم مر على الأردن، مررته رئاسة مجلس النواب بالتوافق مع الحكومة على اعتبار أن هنالك منحة أوروبية جاءت بهذا الوقت. كل الجوانب تلتقي، كل الجوانب تلتقي في هذه الأيام على ضرب الأردني. يعني مجلس النواب، مجلس النواب والاتحاد الأوروبي ومجلس الأعيان ومجلس الكنيسة، عفوا البرلمان الأردني والحكومة الأردنية والطاقات والمبادرات والتغذية الراجعي واللقاءات والحراكيين الصف الثالث وال كلهم. سعادتك بس بدنا نوضحها، إنه انتقالكم إلى قاعات أخرى فعلا أنا استغربته بصراحة. لا يعني ليش ما خلوه لا 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 هو المقصود منه تمرير هذا الموضوع يعني. أولا تنتقص من استحقاق المشرع في متابعة التشريع الحقيقي، تنتقص من متابعته، أي أن هنالك هذه الطاولة مفتوحة. بس مش عندما أكون وأنت سعادتك مش تم فعليا، شو رأيك بالتصوير؟ إذا قلت لك بالمادة الأولى والحق على الإعلاميين مع احترام المراقبين اللي كانوا موجودين حتى وإن لم تتح الفرصة لهم، لتعلم تماما أن المادة الأولى عندما قال الأخ الرئيس 41 من 72 كانوا 27 من 95. والله مرة ثانية عندما دخلنا في المادة الأولى استغربنا في الفقه الدستوري والفقه البرلماني، استغرب ما يجاوز 95% من النواب إخواننا في مجلس النواب أنه لا يجوز الآن التكلم بحالة رد القانون في هذه المرحلة بعد أن أتي به من اللجنة المالية للمناقشة. وجهنا الرئيس لأمر لشأن وقال المشمولين 81 ألف مواطن وشركة، بس كمان رئيس مجلس النواب الأخونا عاطف الطراوني عندما تكلموا خرجوا من هذا الأمر وقال الأبعد هو قرار اللجنة. لا يمكن بأي فقه برلماني أو دستوري أن يكون الأبعد هو قرار اللجنة عن رد القانون. الأبعد دائما في كل الفقه وفي كل البرلمانات العالمية عرفا وثابتا وتشريعا أن الأبعد هو المناقض تماما لهذا الأمر، فكان قانون الضريبة مشروع قانون الضريبة هنا، وكان الأبعد رده حتى لو كان عرف مجلس النواب لا يتوافق مع هذا الرد فعل. عندما دخلنا في المادة الأولى الحاسمة وقال قولته وعدوا الإخوان الحضور وقال 41 72 وأغلبية، لا 41 يعني كان النواب الموجودين 95 من 72 مش 72 نعم والذين قاموا تأييدا للقرار، تأييدا للدخول في التشريع والدخول في المناقشات 27 يعني مش تصويت ها؟ يعني مش تصويت، هو قال 41
تصويت عد يا زلمة هذول بعدوا يا زلمة. يقول لك احنا في قاعة مؤتمرات، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الذكور بالإناث، اختلط الإعلاميون بالداخلين بالمتدخلين، عدوا زي ما زي إحصاءات الأردن، بعدوا البهم مع المعزة مع الحلال مع الراعي مع المرياح.